مرحلة حسم التأهل لربع نهائي دوري الأبطال خلاص إحنا فيها، ورغم كالعادة الغيابات الكتير عن النادي الأهلي، لكن الأهلي دايماً عودنا إنه بمن حضر. الفترة اللي فاتت طبعاً الوضع اتأزم جداً 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 بعد الخسارة من صن داونز، لكن مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اتكلم عن الموضوع ده وقال إن خلاص إحنا في مرحلة ما ينفعش فيها أي خسارة أي نقطة في الماتشين اللي جايين، عندنا لسه المريخ والهلال هنا في القاهرة، ومستر بيتسو موسيماني اتكلم عليهم وإن هم إن شاء الله لازم 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 إن شاء الله هنفوز بالماتشين عشان نتأهل لربع النهائي. وخلينا أقول لكم إن إحنا دايماً في آخر موسمين كان الوضع دايماً يعني الأمور ما بتمشيش أحسن حاجة في المجموعات، وتأهلنا في آخر موسمين مركز تاني وبعدين كسبنا البطولتين. يعني عايز أقول لكم إن الأمور كلها لسه لحد دلوقتي في إيدينا، في إيدين لعيبة النادي الأهلي، في إيدين النادي الأهلي، مش مستنيين حاجة من حد، وكمان مش شرط على فكرة نكسب الماتشين، ممكن كمان نتأهل بأربع نقط، لكن إن شاء الله هنكسب الماتشين زي ما قال مستر بيتسو موسيماني. الراجل كمان اتكلم على حاجتين مهمين جداً في الوقت الحالي، وهم ضغط الماتشات الكبير وكمان الحضور الجماهيري، وبرهن على ده باللي بيحصل في تونس والمغرب. تعالوا نشوف قال ايه ونرجع مره ثانيه. لا دي الضريبه احنا بندفعها عشان انت فرقه كبيره. But we should not complain. بس احنا المفروض ما نشتكيش. I rather have that. انا افضل يكون عندي ده، افضل in my career, in my football, I rather have that. افضل يكون عندي كده. I rather have a heavy program. افضل يكون عندي برنامج. Because when I retire, I can look back. في كثافة ماتشات افضل كده، بحبش ابص ورا. And say look where I traveled, where I come from. هبص اقول بشوف انا كنت جاي منين فين وعملت ايه وحققت ايه. It's okay. I have to play Bayern, I have to play all these teams. العب ماتشات كبيرة، العب قدام بايرن ميونخ، العب قدام فرق كبيرة. It's good for the players, it's good for me. ده كويس للاعبين وكويس ليا انا. And the two games in Cairo. والماتشين اللي حصل حظنا الماتشين الجايين في القاهرة. We have no excuse. ما عندناش اعذار. We have done this before. وحصل عدينا مواقف زي دي كتير. دي حياتنا يعني، احنا كفريق. We are lucky. احنا نادي كبير، نادي الاهلي. بعيدا عن فريق الكوره، فنروح بقى لفرقه السله اللي بتقدم اداء عظيم جدا مع اوجاست بوش المدير الفني الجديد. الحقيقه الراجل ده في وقت قصير جدا قدر يتوج بالبطوله الرابعه للنادي الاهلي لما كسب كاس مصر على حساب الاتحاد السكندري، وده اللي خلى هنا اشاده كبيره بالراجل ده وبالتحول الكبير اللي حصل في فرقه كره السله، رغم ان كان عندنا مشاكل معاها في فتره قريبه قبل ما الراجل ده يجي. الراجل النهارده بقى بيتوج بالبطوله الرابعه في وقت قصير جدا، وده اللي خلى الاعلام المصري بيشبه الراجل بمانويل جوزيه المدير الفني الاسطوري طبعا لفرقه الكوره بتاعتنا، وده اللي حصل من موقع تتويج نيوز، الموقع المتخصص في الالعاب الاخرى، والحقيقه اللي بيعمل شغل مميز في الفتره اللي فاتت، وكتب عن الراجل ده قال اوجاست بوش هو مانويل جوزيه كره السله الذي اعاد الاهلي للطريق الصحيح. وده اللي خلى كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي بيوجه له التحيه والشكر وبيبارك له على البطوله اللي حققها، البطوله الرابعه في الوقت القصير ده، وكمان بيهني اللعيبه على ادائهم القتالي والروح الكبيره اللي ظهروا عليها قدام الاتحاد، تحديدا الاتحاد الكبير طبعا. لو جينا نتكلم على كره السله فعارفين طبعا نادي الاتحاد ده عامل ازاي. الرد جه سريعا من ايهاب امين نجم الفريق وتقريبا احسن لعيب سله في مصر دلوقتي، اللي وجه رساله لجمهور النادي الاهلي، تعالوا نشوفها ونرجع مره ثانيه. احنا قدرنا نفرح جمهور الاهلي، يمكن بيدعمونا بقالهم فتره كبيره وتعبناهم معانا اخر سنتين، بس الحمد لله ان شاء الله السنه دي فرحناهم بالبطوله العربيه ودوري مرتبط والكاس، وان شاء الله نقدر نفرحهم بالدوري ان شاء الله. وقبل ما نختم بنفكركم بسؤال حلقه النهارده، سؤالنا النهارده عن واحد من نجوم الجيل الذهبي في الثمانينات، هو راجل كان موجود في ناشئين النادي الاهلي من مواليد محافظه الجيزه سنه 62، بدا مسيرته في صفوف الناشئين وسجل 11 هدف في بطولات افريقيا رغم انه كان لاعب وسط مش راس حربه. النجم ده اهدافه حسمت كمان العديد من البطولات المحليه زي هدف حسم كاس مصر قدام المصري وحسم الدوري كمان قدام الزمالك. لعب مع الخطيب وماهر همام وزكريا ناصف، وفي الاخر في اخر مسيرته وفي الاخر في اخر مسيرته اعتزل بسبب هدف في الاهلي. يا ترى مين هو النجم اللي معانا في حلقه النهارده؟ مستني اجابتكم عن السؤال، ونتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده، ويلا يا اهلي.